بلادي الصح. هستأذنكم ناخد آخر أسئلة، أنا عارف إن أنا لا لا سهرتكم لا بما تفضل. يكفي، ناخد يلا آخر يعني مش هناخد أسئلة كتير حقكم علينا، بس احنا اهتمنا بالفيديوهات، يلا ناخد بعض من الأسئلة لضيوفنا الأعزاء. شيماء عثمان، مساء الفل على كابتن شوبير المتألق دائما، تحياتي لكابتن سامي قمصان، كابتن ميشيل يانكون، طبعا كل بطولات الأهلي غالية لكن ما فيش أغلى من التسعة، بقول للكابتن سامي قمصان احنا منتظرين ال 13 عشان نكون اول فريق يحقق اللقب 3 مرات على التوالي. ده كان السؤال اللي انا كنت مخبيه لك او كنت مستنيه لك، اتفضل. ما انا قلت لحضرتك ال 13 ال 13، و هي متأخرة شوية يعني، المفروض بعد البطولة على طول، يعني بعد ما بناخد البطولة على طول بتبقى في الكاس 13، بس بتبقى الناس ال ايه انت 13. بتقول كلمة 13 كتير الظاهر، فعايزة ممكن، تقولها مرة لا ان واحدة. شاء الله ان شاء الله، واحنا بنوعدهم ان يا شاء رب الله تكون يا رب بداية ان شاء الله من الماتش اللي جاي ان يا شاء رب الله، ان شاء الله. ونقدر نحقق ان شاء الله البطولة. 13 اهم ولا بطولة التحدي اللي جاية الاهم؟ C'est tout important, moi je veux tout gagner. الاثنان مهمين، انا صح. اريد ان افوز بجميع نعم. البطولات. بتفضل تلاعب بطل أمريكا الجنوبية ولا بطل المكسيك؟ أنا عندي إجابة لو أنت ما جاوبتش. Je pense que c'est المكسيك. Dieu qui décide. الله سيقرر، هذا رأيي. On a notre destin. نحن لدينا المصير. أيا كان المباريات الصعبة، أقول لكم نحن نركز أكثر على عملنا. كابتن المكسيك. المكسيك دي نفس الإجابة عند، هما فرق دمها تقيل وكل طبعا. حاجة، بس على الأقل طبعا بتكون أهون بعض طبعا. الشيء. طب ناخد بعض الأسئلة التانية كمان. فرحتك بالقضية مصطفى زكي ده حبيبي. مثلا القضية ناظر الإعلام، يوم القضية كنت مجمع ناس كتير عندي وبنتفرج والماتش مشدود وكلنا على أعصابنا، وفجأة بدون مقدمات إبراهيم ابني قال أفشة هيجيب جول يا بابا، مفيش دقيقة جت القاضية رحت شايله ورميه على الأرض من فرحتي، وبقيت أضرب في كل الناس اللي حواليا. أو تكون ضربت إبراهيم، ده الراجل كان وش السعد عليك يا عم مصطفى، ربنا يخليه لك يا رب. اللي بعده عمرو الكابيتانو، مساء الورد عليك يا شوبير، أنا ما عنديش سؤال، عندي إشادة بالمدرب ميشيل يانكون اللي حاسس إنه مش واخد حقه إعلاميا، مدرب حراس كبير والنتيجة بنشوفها في مصطفى شوبير وحمزة علاء وأكيد الشناوي يا عمرو. منور يا كابتن سامي، بحس كابتن سامي قريب قوي للاعيبه النادي الاهلي، او قريب قوي للاعبين، دي الروح الحلوه. اشكرك على مشاعرك الجميله يا عمرو يا كابيتان، بس يعني بتبقى سعيد يا ميشيل لما بتسمع الحاجات دي اكيد. طبعا بالطبع بالطبع، انا في قمه السعاده. نعم. اللي بعد، طيب هبه بالحقيقه بشكرك جدا يا هبه، ما بتسيبناش في حلقه يعني. مساء الخير يا كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك ناظر الاعلام الرياضي، سؤالي للكابتن كابتن سامي قمصان، البطوله اللي بيتمنى تحقيقها مع الاهلي وما حققهاش حتى الان، مفيش بطوله ما حققهاش. لا، كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه ان شاء الله. ممكن؟ طبعا ان شاء الله. طبعا انت ان ما شاء الله ترددتش. ان شاء الله ان شاء الله. سؤالي لمشيل، كيف اتعامل، ازاي بتعامل مع 4 حراس متميزين زي حراس الاهلي؟ بنفس الطريقة على قدم المساواة، لا يوجد لدي مفضل في كرة القدم، يجب أن لا يكون لك لاعب مفضل، بنفس الطريقة المساواة والعدل، وتدريبهم بنفس القدر وبنفس الطريقة وإعطاهم نفس الواجبات، لا يوجد الأكثر أو أقل، كلهم أبنائي، لأنني لدينا أبناء أكبر من الشناوي على فكرة. آخر سؤال وحقكم عليا يعني، معلش والله انا اسف جدا، الساعه بقت 1:30 ويعني اثقلت على ضيوفي الكرام، وشكرا ان هم مستحمليني، فاخد اخر سؤال وبعدين اشكرهم واشكر حضراتكم، ولا اللي فات ده خلاص كان اخر سؤال؟ اهو السؤال ده. يلا هاني فؤاد سليم، كانت فرحه ملهاش مثيل، سؤال الكابتن سامي قمصان المحترم الخلوق، اكيد الاحساس كان مختلف بالقضية يا كابتن سامي، اوصف لنا شعور الفرحة. اعتقد انه الكابتن سامي وصفه وقال سؤال المستر يانكون، كل جماهير الاهلي بتحبه، هل حبك الاهلي لدرجة ممكن ترفض عرض اجنبي؟ شوبير بنحبك، اعتقد هو قال ان انا مرتبط بالنادي الاهلي، والكابتن سامي وصف احساسه ومشاعره يعني.